السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة ميد لايف، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن صحة وأحسن عافية. كيف ما لاحظتوا في هذا العنوان غادي نطرقوا الموضوع ديال ياري فلوغ، لأن ياري فلوغ أو لا غزلان خرجت في حد الفيديو كترد على مجموعة ديال الناس اللي حاولوا أنهم يدخلوا فكما تنقولوا بالدارجة المغربية، إذا كانت الناس كتدخل بخيط البيض فكاينين بعض الناس اللي بغوا يدخلوا في هذه القضية دي بحيط، يعني ماشي بخيط، هادو بغوا يدخلوا بحيط. وكنت طرقت في واحد اللايف يعني البارح طرقت فيه لهذا الموضوع ديال ياري فلوغ، ولكن من ناحية ديال الرد ديال الزوج ديالها الإماراتي عزيز، لكن هي اليوم ردات على واحد المجموعة ديال الناس اللي قالوا بأنها كانت كتصرف على الزوج ديالها وأنها كانت يعني كتصير عليه وأنها كذا وكذا وكذا وكذا. يعني بزاف هاد الناس هادو كيف ما قلت يعني عوض ما يتدخلوا بخيط بيض فهما يعني تدخلوا بحد الطريقة اللي تتأجج، والمشكل هو أنهم دائما تتلقوا الصفعة ومازال مستمرين في نفس السيستم. يعني الصفعة ديال اليوم أمس ديال الزوج ديال ياري فلوغ عزيز اللي خرج واحد المنشور في انستغرام اللي هدر فيه على مجموعة ديال الشاب يعني النساء المغربيات اللي صيفطوا لي رسائل عرضوا عليه الزواج في ظل أزمة والمشكل اللي كاين بينه وبين الزوجة ديالو اللي هي يوميات صاحبة القناة يوميات غزلان في الإمارات. لكن قبل أخوتي وأخواتي ما أننا نسترسلوا في الحلقة وفي اللقاء ديالنا ديال اليوم، تتمنى أنكم تديروا لنا واحد المشاركة لهذا الفيديو هذا باش يوصل وتوصل هذه الرسالة لدوك الناس اللي كيحاولوا أنهم يعني يتسرعوا ويسبقوا الأحداث، أنهم يبدأوا يقولوا شي حوايج اللي ماشي في صالح القضية. القضية فيها أزمة ما بين زوجين وصارت قضية ديال الرأي عام مادام أنها خرجت والسيدة يعني طلبات واحد المساعدة، يعني بغات الرأي العام المغربي باش أنها ما تحسش وحدها، فقط هذا الشيء اللي بغات، ما تحسش أنها وحدها في الإمارات. علاش؟ لأن الزوج ديالها خرجها جرى عليها وقعت المشاكل، هي الآن كيف ما قالت اليوم هي كارية من عند واحد السيدة صديقة ديالها. هادشي اللي كاين في القضية، يعني بغات الدعم المعنوي بلا ما يدخل بنادم بخيط بيض ولا بخيط كحل ولا بحيط. يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي هضروا على واحد النقطة ديال انها بغات يعني كانت كتصير او لا كتصير على راجلها او لا كتصرف عليه بهذا المعنى هذا. هي جاوبت اليوم جاوبت جواب مباشر، يعني اي حد من هذوك الناس غادي خصو يفهم الهضرة بان راه السيدة مازال يعني كاين يعني حالة ديال الغضب، ممكن ان غادي نرجعوا ترجع للبيت الزوجيه ومريضنا مع الدوباس. لكن مني وقع المشكل خرجوا هاد الناس هادو بداو تيقولوا انها كتصير وان خاص بنادم يوعى ويكون فاهم الاحداث مزيان. يعني السيده طلبات المساعده الدعم المعنوي فقط، ما طلبات شي حاجه اخرى، ما طلبتش ان يدخل الانسان ويولي يدير فيها محامي، لا خص جمعيات نوض على حساب الحضانه ديال الاطفال على حساب كذا على حساب، يعني بنادم كيتسرع في حين ان راه الاشكال ممكن انه تلقى ليه شي حل فيما قريب. كما قلت فهي جاوبت وقالت لهم، قالت بالله هذاك الشيء ماشي منطقي، وديك الهضره تقولوا حشومه عليكم انكم تقولوا كاك، وان هي ما كتصيرش يعني فلوسها يلا كتصير على راسها، وان يعني يلا بدات كتربح من وان قبل الزواج يعني قبل ما تبان في يوتيوب شكون اللي كان تصير عليها، قالت بان كانت بالمنطق كانت تصير عليها الزوج ديالها. يعني الامر ما هي ما كتصير حتى شي حاجه، يعني فلوسها اللي كتصور من القناه ديال اليوتيوب، وهنا فين كانت توجهت يعني الهضره ديال القنوات اللي تناولوا الموضوع، انهم قالوا بانها كتصير من فلوس يوتيوب، كتصير على الدار وكتصير كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هي
مادام ان طلبات الراي العام والقنوات انهم يتعاطفوا مع اخر جات كتجاوب. علاش؟ لان ما بغاتش الاحداث تطور، لان مادام داكشي كيتشاف غادي تشاف حتى عند الطرف الاخر، يعني الطرف الاخر عادي تولي يقول بان راه هي اللي كتقول هذه المعلومات هادو، وان هي اللي كتخرج هذه المعلومات غلط وكتكذب وكذا وكذا، يعني عندي ساهموا في تأزيم الوضع، وهذا هو المشكل. يعني كاينين بعض الناس الله يعمر ربي ان يعفو على بنادم بحال ماد الفعيل، ان كيركز فقط على ان خلق الموضوع ويدير الجلبه ويدير كذا وكذا، يعني ما تفكرش انه راه غادي ياثر، راه مؤثر، راه يقدر ياثر في الاحداث ديال القضيه والاحداث ديال الموضوع. لان الموضوع كيف ما قلت من الاول ومن الاخر ان السيده هي طالبه فقط المساعده المعنويه والاحتضان ديال القنوات الموضوع ديالها، لانها حسات بالوحده في الامارات عفوا حسات بالوحده في الامارات. هادشي اللي واقع في القضيه، يعني هي خرجات كذبات كاع ديك الهضره كامله اللي كانت كتروج، لان يعني السيد خدام بالوظيفه ديالو بالخدمه ديالو ما محتاجهاش انها تصير، هي كتصير فلوسها اللي كتصور من القناه ديالها، ولا لا كانت عندها شي اعمال اخرى، ف يعني كتصيرهم على راسها وفندات كاع هذيك المعلومات كامله، وقالت فين كاينه هي مستقره، يعني مستقره في امان. والقضيه كيبان بان غادي تمشي للصلح او لا شي حاجه بحال ما تشكل، لان كاينين الاولاد بيناتهم، كاين بزاف ديال الحوايج. غادي نرجع للنقطه ديال عزيز الزوج ديال غزلان. عزيز كيف ما قلت البارح في اللايف، ف خرج بدوره منشور في انستغرام، في منشور يعني مزلزل صدم شي وحدينات مغربيات اللي بكل وقاحه يعني في هذه الازمه هذه وفي هذه الخضم ديال هذا المشكل هذا استغلوا هذاك المشكل وصيفطوا السيد رسائل على اساس انهم كيعرضوا عليه الزواج. يعني الجواب ديالو كان بكل حنكة، يعني جواب كان منطقي ديال انسان بعقله، انسان يعني عارف اشنو كيدير، ما هانش المرأة المغربية، بل يمكن نقول هان دوك اللي صيفطوا لي كيف ما قلت البارح، انه قال لي ما كنفكرش في كنفكرش في الزواج بشكل نهائي، يعني هذيك الهضره كامله، يعني هضره ما داخلهاش المنطق، وقال لهم طالبهم بحد شويه ديال عزه النفس. واليوم تتلقاو صدمه اخرى، هاد الصدمه هذه وهاد الرد من عند ياري فلوغ، لكن نبقاو في الرد ديال عزيز اللي بكل صراحه هذه راه الشوهه والمهزله، يعني الشوهه والمهزله، وكيف ما قلت البارح تنقولها وتنعاود نكررها، هادوك ما كيمثلوش المغربيات وما كيمثلوش المرأة المغربية. وكيف ما قلت أيضا البارح، فممكن أنهم يكونوا في بعضينات كيتريقلوا، كاين اللي غادي تكون جدية، اللي كانت جدية فراه يعني خرج العقل هذا، يعني راه الهبال هذا، راه ماشي على الواقع هذه، راه ما فهمتش كيفاش غادي نوصف. اذا كانت شي وحده كتصيفط هذوك الرسائل للزوج ديال غزلان فراه بجديه، يعني كتعامل بشكل جدي وناويه داك الشيء في عقلها بشكل جدي، فراه يعني لا اله الا الله، رشوها يعني الشوهه. وايضا وابار الشوهه طعن في الظهر ديال اليوتيوبرز اللي طلبات الدعم واللي هي مغربيه، يعني بلا ما نهضروا على هذا الجانب الجنسيه ديال الانسان ديال المغربي ولا اماراتي، هذاك حنا كنهضروا كبشر، لان هذه علاقه زوجيه ما بين جوج الناس ابار الجنسيه ديالو اماراتي او لا. على اين كان هذا الرد ديال ياري فلوغ اليوم على الناس اللي قالوا بعض الهضره اللي ما كايناش في السيناريو ديال الحياه ديال الزوجيه، اللي هي انها كتصرف على الزوج ديالها، كذبات وفندات كاع ديك المعلومات. وكيف ما قلت انسان قد ما صاب انه يكون يتدخل بواحد التدخل اللي من اجل انه الصلح ومن اجل هذه الحوايج هذه بالفعليه مغربيه وكنتعاطفوا مع جميع، ولكن الانسان ديما يحاول انه يكون منطقي. اوكي خوتي خواتاتي، تنتمنى انكم في الختام انكم ديروا لنا واحد شير لهذا الفيديو هذا، واحد المشاركه، وتنتمنى لكم الحظ السعيد، وما تنسوش انكم تجمجموا لينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.